الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. عبسيد واحد وقريب سنة صدح حقيبه. الأول خوف من الله سبحانه وتعالى، وصرف هذا الخوف لغير الله هو الشرك الأكبر، نسأل الله عليه السلام. قيبته كوباد وخوف إلهي لقى عبصده قيبته إلهي غير كسلو اللي أحيانا الشرك وين إيه نقني سنة. لماذا نخاف من الله؟ لأن الخوف عبادة، وصرف هذه العبادة لغير الله شرك أكبر. محا إلهي وعبصنا إنا لأن عبصده إلهي لقى عبصده وعباده عبادة إلهي غير كسلو اللي أحيانا شرك إيه نقني سنة. ونخاف من الله سبحانه وتعالى لأن نعظم الله إلهنا وانكعب سنينا وحنا وعب سنينا لأنه وينين أو وينين سبحانه وتعالى. ونخاف من الله لأن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. إلهي وانكعب سنينا وحنا وعب سنينا لأنه وح قرصان يوح مغضب سقأو. هذا الخوف صرف لغير الله شرك أكبر. عب سيدا سيدا عسى إلهي غير كسين له اللي هي وشرك وين وي والنار تلقو مضب. القسم الثاني من الخوف خوف طبيعي جبلي جائز لا يلام عليه العبد، يخاف من اللصوص من قطاع الطريق، يخاف من الناس من النار، يخاف من الأسد. قيب تلبات أو عبسيدة كم إذا وحوية عبسيدة طبيعية سيدة قفك إنه كعبسده بهل إنه كعبسده ضبك إنه كعبسده عدو إنه كعبسده توق إنه كعبسده. نعم. القسم الثالث من الخوف خوف محرم كطاعة المخلوق في معصية الخالق. قيب تصدحات وحوية وعبسيدة أيضا حارانت أهل لكن شركة قاسي سنين وقفك إنه قف وكعب صدق وحيابي واجباتك وقد توقف درتيس وقد توقف. نعم. هذه أقسام الخوف الثلاثة. الذي يهم عندنا هنا أن الخوف العبادة والتعظيم والسر لا يصرف إلا لله، صرفه لغير الله شرك أكبر والله أعلم. عبسيدي وقيب سنصدح أنصوشي قلنا متك أقومهم سنة وماشان أقومهم سنة وحوية وعبسيدة إلهي لقى عبسده تاس أو إلهي غير كسلول لي حيانا وحين نقنيسا شرك وين أي نقنيسا والله أعلم.